مشاريع تنموية جديدة في اليمن بتمويل سعودي، هذه المرة في قطاع الرياضة، حيث ينفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أعماله الإنشائية في ملاعب الجزيرة والروضة والميناء في عدن. وهذه المشاريع تأتي دعماً للشباب والرياضة، ومن العناصر التمكينية المهمة للتنمية المستدامة في تنمية قدرات وطاقات الشباب في اليمن، إضافة إلى تطوير مختلف الأنشطة الرياضية وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين. يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشاريع ومبادرات تنموية وصلت إلى 263 مشروعاً ومبادرة تنموية في 8 قطاعات، وهي التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية والبرامج التنموية.